السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الإخوان؟ بخير، يومكم سعيد أينما كنتم. خارج دابا أنا من الخدمة الإخوان، راني بحالي إن شاء الله للدار، باش نتغداو ونرتاحو شوية ونسترجعو القوة ديالنا. اليوم الإخوان 30 أكتوبر، 30 أكتوبر، وبقاتلنا وشحال باقي؟ بقاتلنا 10 شهور يسالي العام. صافي سير هاد اللحظة اللي كتشوفوا الاخوان، هذه اللي كتشوفوا دايره بحال شفا الغولف، راه وصلت لهنا. يديروا ميني غولف، غولف صغير يديروا لنا باش باش يقاو يجيو دوك اللي ما كيعرفوش يلعبوا، ولا الجداد مثلا حاله ما يلعبوا الجداد باش يوليو ماشي ترينيو، باش يبقاو ترينيو. انا غادي نضرب دويره الاخوان بكم، نمشي ندير لكم واحد البلاصه. المهم في الاول انا غادي ستاسيون ديال طليل ليسونس، واحد البلاصه اللي فيها ليسونس رخاص، هابط شويه الثمن ديالها. كما قلت فيت قلت لكم راه اخوان، هنايا كل شركه وكدير الثمن ديالها، ماشي ثمن موحد، لا هنا حيت كاين المنافسه وكاين المهم الراسماليه كتطلب المنافسه، ماشي نتفقوا ونديروا ثمن واحد ونفرعوا الكليان، لا ما كيديروا صحاب الحال. لا هنا كل شركه وكدير الثمن ديالها، ما كاينش اللي كيقول لا لا نقصي ولا زيدي ولا هذه، لا كل وحده كدير الثمن ديالها. دابا دخلنا نروح للقريه الاخوان، المهم ماشي قريه، هذه هادو داروا هاد الجزيئه هذه اللي خارجه بعيده من المدينه بشي 12 كيلومتر كما كتشوفوا في الباديه، هذه الباديه ديالهم هادو كيتسنى تسمى عالم القرويه، يعني ما دخلش في معالم الحضاره الاخوان. شو الدنيا، الدنيا نقيه كما كتشوفوا. كما قلت لكم الاخوان، هنايا كاين المنافسه. ها انتم شو الدنيا، الديور كيدايره تبارك الله، روعه روعه روعه. هم هما الفيلات كبار، الفيلات هذوما كما كتشوفوا الجردات كبار بزاف. الاخوان هنا هي الشركات ديال المحروقات، كل شركه كدير ثمنها، ما كاينش ديك كل شركه كدير ثمنها. تقدر تلقى الفرق 20% 30% فرق فرق، واللي منين ملي كتمشي كتفاجئ كتقول ويلي ما يمكنش هاد الثمن ديال هاد الثمن، كل هاد الفرق كله في الثمن ديال ليسانس مثلا، ولا ديال ليسانس ولا ديال المازوت، فرق كبير. داكشي علاش كنمشي لها، وهادشي الناس هما هادشي اللي كيديروا، هما كيبقاو يختاروا هما تا هما راه كيقتصدوا، راه هادي راه ماشي نقولوا اوروبيين، هما راه كثار مننا كيبقاو تا يحسبوا على الاورو فين منين جاي وغادي. شوف هذا الشجر اللي كتشوفوا البواويت، ها انتم شوفوا راه جناوها جناوها، هذا الخوخ. هادي دابا طريق خراويه، هرا يا الاخوان كيف ما كتشوف طريق قراويه، ولكن مصلوح هذا الشيء، طريق زوين هذا، سواء كانت قراويه ولا حضاريه ولا ناسيونال ولا روتوروت. ها تشوفوا الناس في ساكن، هذو كامل كيتعاطاو اغلبيه كيتعاطاو الفلاح هذا اللي كتشوفوا، لا حول كتلقى عندو شي مشروع ديالو شي حاجه اخرى. هذا كيديروا به الكارطون، هذا الشجر هذا اللي كتشوف طاو كيبيعوا الوزينة ديال اللي كيديروا الكارطون، كارطون الورق، الورق ايوا. نشوفو شحال كاين ليسونس هنا، ما كيهبطش الثمن ديالو ولا المازوت، يقدر يهبط شي حاجة، ولكن ما ملي بدات الحرب في روسيا وفي اوكرانيا هو باقي الثمن طالع. هذا اللوز، هذا اللي كتشوفو، هذا الشجر ديال اللوز يبلعو هاد اليوم. واش هو الشجر قريب للطريق؟ الناس في ساكنين هما كيموتو على بحال هاد الديور، هادو اللي كيكونو في البادية تيشبهم بزاف. شوف يا اخو شنو اللي كنصور، هذا فريغو غالبا، هذا يكون فريغو
كاين فريغوات بزاف هنا الديسير. دابا هنايا هادي هي الدخله، قرب ندخل ان شاء الله هاد القريه هادي، هادي سميتها البيكات. البيكات 100% انا متاكد ان الاصل ديالها السميه عربي. كاين اسماء كثيره هذوما هنايا، كيما في الفيديو الاخوان اللي كيشوفوا الفيديوهات ديال البارح اللي حطيت فيديو هضرت على الاصل ديال، كاين 4000 كلمه في اللغه الاسبانيه اللي اصل ديالها عربي. البيكار، كاين الكراس، الفخارين، البطارق، كاع هادو اللي فيهم ال اللي فيهم ال كانوا الاصل ديالهم اللغة العربية. ايوا راه 800 عام، راه 8 القرون، راه ماشي ساهل، راه كيقولها الفم. حنا راه جلسو عندنا 50 عام ولا ما كاملناش وخلاو لنا اسميات باللغة الإسبانية. بحال مثلا كوزينة، كوزينة راه اسمية ديالهم هما، تيقولو لها كوسينة باللغة الإسبانية، راه اسم ديالهم. سكويلة كما كان هي لاي سكويلة، تاني راه ديالهم أصلا، راه ديالهم. هادشي كتشوفو هادشي بالبيض ديال هالوين، هالوين هادوك اللي كيخرجو كيبقاو يخلعو الناس، كيديرو دوك المكياج دوك الماك لي ماسك وداكشي، جا تقاليد جات من ميريكان. هانتوما قرية كي دايرة ولكن جد مجهزة، هانتوما شوفو شوفو الإخوان، جد مجهزة وفيها كلشي. أنا الإخوان نحبس الفيديو من بعد نكملو إن شاء الله. دابا هنايا حيت ما خدام حتى واحد خصك دير انت كلشي راسك. كتبدا انيسيال سيليكسيوناو برودوكت، كلي اختار داكشي اللي بغيتي، ليسونس انترودوي و امبورت، دخل شحال بغيتي دير. 30 اورو كدير اكسيبتي ابروكسيماو او انترودوي و تاجي قرب لا كارت ولا خشي. انا نخشيها ندير ديك الطريقه ديال القديمه ديال التقليديه. دابا سيدي انترودويو بين، دخل الكود ديالك. اوبراسيو اوتوريزادا، اذا رقبنا لا كارت ديالك راتيريو لا تارجيتا، حيد لا كارت. يلا ونبداو العمليه، ونبداو العمليه ديالنا. وي شحال كيدير بعدا؟ و اورو 51، الثمن ديالو شويه. اورو 51 تقريبا، اورو 52. هذيك المره كانت اورو 63، هبط الله يرحمه. راه فايت شرحت الاخوان دابا اللي كيشوفوا، هذه راه هاد السوبر مارشي هو ديال هاد ستاسيون ديسونس، هي شركه. دابا هنا في اي مدينه مشيتي هنا في كاتالونيا كتلقاها. هما هنا دابا كيتعاطاو بزاف د الحوايج، مثلا ها هي شركه ديال المحروقات ديال ليسونس، كتلقى عندهم لي سوبر مارشي، كتلقى كيدخلوا في الابنا، كتلقى لاسيرونس، كتلقى بزاف ديال الحوايج كيدخلوا ليها هنا. رجال امل وارين هما في هادشي ديال المال والامل وارين، ما كيمشوش على دومين واحد ويوقفوا، لا. هانتوما اورو 52 هما، شو هنا هما وارين كما قلت لكم الاخوان، كيتعطاو للسياحه الريستوراسيون وهادشي ديال المحروقات، كلشي سوبر مارشي، الابانا كلاسيرونس، كتلقاها شركه كتولي كتبدا بسيطه كتولي شركه فروع ديالها في باغتو فيما مشيتي، كتولي شركه ضخمه كتولي. ها انتم فيلاج نقي تبارك الله. صار الاخوان هنا نحبس الفيديو، كنتمنى الفيديو من بعد نكمل ان شاء الله. الاخوان الفيديو كما قلت لكم دابا هبط الثمن ديالو ليسانس، هبط تقريبا ديك 10 سنتيم مقارنه لهي تقريبا شي 20 يوم، هذه شي 20 يوم تقريبا. اوكي هبط هنا دابا كيهبط ويزيد، يهبط ويزيد، يهبط ويزيد، يهبط ويزيد، فيما كتمشي كتلقى الثمن مختلف. ما يمكنش مثلا تجي لهنا ودوز مثلا سيمانه وتجي تلقى نفس الثمن، تلقى نفس الثمن، مستحيل. ديما كتلقى الثمنه هنا كطلع وتهبط، طلع وتهبط، طلع وتهبط، طلع وتهبط، ماشي عارف. والضو الاخوان، تخيلوا الضو، انا كنقولها لكم ولا ابالي، والضو الضو ويوميا الثمن ديالو كيطلع ويهبط، وبعض المرات في النهار
الثمن ديال الصباح ماشي هو الثمن ديال العشية، يوميا الضو باش تعرفوا راه هذاك الشيء هذوم راه بحال الشكل ديال البورصة هذوم دابا الضو، شريناه اليوم غالي، اليوم الثمن ماشي هو هذاك، اليوم طلع هبط، اليوم والثمن مثلا على درتي ماكينة الصابون مثلا مع السبعة ديال الصباح تخسر ماشي بحال مثلا الا درتيها مع الربعة ديال العشية ولا مع الخمسة ولا الستة، ولا الا درتيها مثلا في عطلة مثلا السبت ولا الاحد ولا شي يوم عيد ماشي بحال ديرها في يوم ديال الخدمة، ديما كيختلف الثمن، الثمن ديال الغاز ديال الضو ديال الليسانس ديال المازوت ديما ديما كيتبدل ديما كيتبدل، لا يتوقف عن التغير عن التغيير. انا الاخوان دابا غادي نخرج ان شاء الله من هاد القريه الصغيره، القريه الجميله هذا هم ليسي هذا قريه صغيره ولكن فيها كل شيء، انا ما ناقصهم حتى حاجه، كل شيء فيها يتقدى فيها البنك فيها كل شيء، ما هي ستاسيون ديال هذا الكار، كار كيجي حتى لهنا كيديهم في كيجي ساكن هنا على بغيتي تمشي كيقراو في الجامعة ولا هذا ماشي شغل كيمشي ديجا هما الترونسبور كلشي تقريبا كلشي عندو كلشي الطونوبيل ديالو، كتلقى تجي واحد يستعير وتلقى عندو واحد عندو 30 عام وعندو شبير مي معندوش الطونوبيل إلا كان مزعزع في دماغو، كلشي عندو الطونوبيلات ديالو كتلقاهم كيقراو الطونوبيلات ماشي حيت الطونوبيلات ما غاليينش بزاف و وموجود موجود الحديد هنا اش كاين دابا المشكل اللي كاين هنا هو كاين كيتبعوا الموضه بزاف الموضه في كل شيء، الطوموبيل مثلا كيدوز بها 8 سنين 10 سنين هذيك تطلع له في راسه تيبغي خصو يبدلها خصو يبدلها يشري وحده، هذاك الشيء علاش الطوموبيلات القدام بالمقارنه للمغرب مثلا الثمن ديالهم هابط الثمن ديالهم هابط ما غاليش، الحوايج كيما هذاك النهار واحد النسيج ثاني علاش كاين كيدخلوا حوايج كيدخلوا المغرب والجزائر والدول الافريقيه والدول الاسيويه علاش كيدخلوا حيت هنا كيتبعوا الموضه بزاف، كطلع سروال كيطلع له فراس صافي كيمشي يلوحوا اخر المطاف هذوك الحوايج كيمشيو كيخرجوا كيمشيو كليات وكيمشيو هادشي نفس الشيء مع الطوموبيلات، حتى الطوموبيلات راه كيخرجوا ها هو الطوموبيلات مابقاوش كيدخلوا للمغرب، المغرب دابا فرض عليهم داك ممنوع الطوموبيل اللي ما كانتش هادها تحت 5 سنين ما كتدخلش للمغرب، قال لهم انا ما باغيش الزباله ديالكم حاشاكم، وعندو الصح والمغرب عنده الصح حيت هادوك الطوموبيلات ملوثه للبيئه، هادوك الطوموبيلات ملوثه للبيئه، شوف الاخوان هنا بزاف فيهم اللي جايين الضوء عندهم شاعل هانتوما شوفوا علاش حيت كاين شويه ديال السحاب ها كيبدا شويه السحاب كيبقاو يشعلوا الضوء الطوموبيلات في الطريق، ماشي مفروض ولكن تيقول لك من الاحسن ولكن كتكون الضبابه ضروري الضبابه وفي الشتاء ضروري كيشعلوا الضوء، الاغلبيه غادي مشعل الضوء قليل اللي كتلقى بحال هذا ما مشعلوش، هذا هو مشعلو هذا ثاني اللي تابو مشعلو هذا مشعلو هذا اللي جاي تابو مشعلو هذو كاملين مشعل الضوء، كتحس بالامان من انت كتكون غادي صايب كتشوف اللي جاي راه شاعل الضوء راه هو شايفك وانت شايبه هذا تاهو مشاعر ولكن هاد البوزيسيون هذا هو تاني مشاعر، ملي كتكون الشتا كطيح خلاص كلشي كتلقى سواء في المدينة ولا في الطرقان، ملي كتكون شي أكسيدون تاني مفروض عليهم هنا في القانون تاني ملي كتكون قانون السير كتمشي كتلقى مثلا البوليس و كاين حادثة السير وداكشي ضروري خصك تشعر بالضبط ضروري، ملي كتكون تاني الخدمة انت غادي في الطريق انت غادي في الطريق مثلا وشتي الشركات خدام اللي كيصاوبوا الطريق داكشي خصك تشعل الضو، هادي من في القانون ملي انا حتى انا دوزت بيرمي هنايا ملي دوزت بيرمي هنايا تيقولوا انك هادشي خصك ديرو، كاين شي حوايج هنا مختلفة على المغرب في البيرمي البيرمي الاخوان هو درا الاخوان شكرا لكم تهلاو.